انعقدت اليوم جلسة أخرى من أجل مواصلة الاستماع إلى المتهمين. واليوم ظهر أحد المتهمين مرتبكا عندما أراد أن يغير الحقيقة الثابتة لدى جميع الجهات التي مر منها هذا الملف، حيث أكد الجميع بما فيهم المتهم الذي استمع إليه اليوم على أن من كان يسوق السيارة هو صاحبها، بل أن هذا السيناريو قبله المتهم الثالث الذي استمع إليه وادعى أنه سائق السيارة، وبالشكل الاحترافي الذي تمت به الجريمة رغم أنه ليست له رخصة سياقة، رغم أنه لا يعرف مكونات السيارة التي لها أجهزة أوتوماتيكية، فتلعتم عندما تمت مساءلته على أجهزة سياقة السيارة أوتوماتيكيا، بل أنه حاول أن ينكر حتى الصور الواضحة التي تؤكد على أنه اقترف بشكل جلي عدة سرقات موصوفة، وادعى أنه كان يفتش عن مفتاح السيارة لدى الضحايا، وهي أمر لا يصدقه المنطق ولا يمكن أن تصدقه المحكمة ولا يمكن أن يصدقه كل ذو عقل سليم. إذن هذا المتهم الذي له سوابق في السرقة مدمن على المخدرات، و اعترافته التمهيدية واعترافته التلقائي عند قاضي التحقيق، وكان بحضور دفاعه وأكد على أن المتهم الرئيسي هو الذي كان يتولى الصياغة، بل أن المتهم الرئيسي وجميع المتهمين أكدوا لدى قاضي التحقيق على أن المسمى ود الفشوش هو الذي قاد السيارة، بل عجز عن تفسير الحالة التي ارتكبت بها السيارة إن كان سائقا، فكيف له لا يعرف تهيئة السيارة لكي تنطلق بشكل جنوني، لكي لا يمكن أن نتفادى القتل، لأنه لم يترك للفضوليين فرصة سحب الضحية من الطريق، لأن النية هي هذه التي كانت. إذ لو كانت السيارة تسير بسرعة عادية، لا أقول ببطء، بسرعة عادية لتم إنقاذ الضحية، لا أقول من الموت ولكن من الصدمة التي لا محالة هي التي عجلت بشكل كبير بفقدانه لحياته. ثانيا، حاول أن ينكر المتهم الثالث على أنه كان له مخرج، قال بأنه الطريق الذي سلكته كان هو الطريق الوحيد، وهو كذب وبهتان تكذبه حالة الوصف ديال المرآب ديال ماكدونالد ديال عين دياب الذي له مخرج آخر غير المخرج الذي سلكه الفاعل الرئيسي الذي كانت له نية القتل بالجملة. أكثر من ذلك، على أن المتهم الثالث ادعى أنهم كانوا يرغبون في أخذ أكلة سريعة والذهاب بها دون أكلها في المطعم السريع. إذا كان هذا الأمر صحيحا فإنهم لا يحتاجون إلى ركن السيارة، وكان عليهم أن يختاروا الدخول من مكان ما يسمى بماك درايف ويأخذون، ولا يحتاجون إلى نزول لا المتهم الرئيسي ولا غيره. إذن كلام المتهم الثالث وكلام لقن إليه، وادعى كذبا على أنه ندم، فكيف له أن يندم على تغيير الحقيقة الثابتة ولا يندم على أن المتهم الرئيسي قام وعن قصد بمحاولة قتل جماعي، لكن ده المرحوم بدر لأن كان مشلول الحركة ولا
يمكنه أن يغادر مكان الحادث، فإنهم لم يرحموه بضعفه، وبذلك أمر خطير. إذا بالنسبة للمحكمة، أسئلة المحكمة اتضح لها وتحضح للجميع على أن ما سمعناه في الجلسة السابقة على أنه هناك تدخلا لديه، وأنه قبل أن يغير الحقيقة، ولكن أنه ربما يريد أكل المال بالباطل، ولا يفيد ذلك الحكم الرئيس بشيء، لأنه كما قلت وسأقوله دائما الإثبات علمي والاعترافات كانت أمام الجهات القضائية.